النهارده هنتكلم عن اخلاق الصائم، ازاي الصائم ممكن يحافظ على الصيام ويتسم باخلاق محدده. ده اللي هنعرفه النهارده مع الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكوميه. نحن نؤدي عبادة من أهم العبادات، هذه العبادة هي عبادة الصيام. وعبادة الصيام ليست امتناعا عن الطعام والشراب والمفطرات فحسب، وإنما لها غاية كبرى وحكمة عظمى، وغايتها أن تصل بالصائم إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الغاية التي يرجوها ربنا تبارك وتعالى من كل صائم، والتي حددتها الآية الكريمة في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى وإن كانت غاية فهي في أبسط معانيها أن يراقب كل منا ربه، يراقب كل منا ربه في كل أعماله وفي كل أقواله وفي كل أحواله، وهذه غاية كبرى وحكمة عظمى من الحكم التي أرادها ربنا تبارك وتعالى من عباده حين كلفهم بالطاعة والعبادة. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يلخص لنا أخلاق الصيام في قوله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يشتم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إننا نريد أن نهذب الأخلاق بالعبادة، إننا نريد أن نسمو بأخلاق العباد بهذه الطاعة، فهذه الطاعة هي مرحلة من المراحل التي ترتقي بأخلاقنا، شأنها كشأن سائر العبادات، كشأن الصلاة وكشأن الحج وكشأن الزكاة. فإن ربنا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أيضا عز من قائل سبحانه وتعالى في فريضة الحد: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال عز من قائل في فريضة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نريد أن تؤثر العبادة في أخلاقنا وفي تعاملاتنا، فإن هذه غاية أسأل الله أن يحققنا بها جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.